اتكلمنا عنها سريعا كده. بعد كده خدنا الكومبوزيشن بتاع الكونكتيف تيشو كتركيب، وقلنا ان الكونكتيف تيشو بيكون مكون من سيلز وانتر سيلر سبستانس. اتكلمنا عن الانتر سيلر وقلنا ان هي كانت مكونه من حاجتين اتنين، ايه وايه؟ جراوند سبستانس وفايبر. جراوند سبستانس 3 والفايبر 3. جراوند سبستانس كانوا جلوكوز امينو جلايكان بروتيو جلايكان جلايكو بروتين، وبالنسبه للفايبرز كانوا 3 كولاجين فايبر والاستيك فايبر والديكولار فايبر. وكنا بدانا مقدمه السيل وقلنا السيلز بتاعه الكونكتيشو عباره عن نوعين اثنين، حاجه اسمها فيكسد سيل بتطلع وتفضل وتشتغل في الكونكتيف، وبالتالي هي لونج ليفد ونان موتايل. لونج ليفد ونان موتايل، لان الثانيه كنا بنقول انها بتطلع من البون مارو وتمشي في الدم وتؤدي وظائف الكونكتيف، وشورت ليفد وموتايل لانها متحركه، انما الثابت تبقى نان موتايل. قلنا اللي كانوا الفيكس بالاف هم الاف اللي هم كانوا فايبروبلاست فايبروسايت فات سيل واندفرانشيتد، والتانيين اللي هم ترانزيانت كانوا بلازما سيل وماكروفاج وماس سيل واليوكوسايت. يعني احنا النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن السيلز. حصتنا النهارده هنتكلم عن السيلز دي. خلايا عندنا بتكون يا اما حاجه اسمها فايبروبلاست وحاجه اسمها فايبروسايت وحاجه اسمها اندفرانشيتد، وهنعرف يعني ايه كلمه اندفرانشيتد دلوقتي. والفات دول كده مين؟ دول كده الفيكسد. وعندنا حاجه اسمها بلازما سيل، وعندنا حاجه اسمها ماكروفاج، وعندنا حاجه اسمها ماست سيل. الليوكوسايت يا جماعه جاي لهم شابتر ان شاء الله في الترم الثاني لوحدهم. الليوكوسايت دي كرات دم البيضاء، كرات الدم البيضاء ان شاء الله اللي هي الليوكوسايت دي جاي لها شابتر الترم الثاني لوحدها، من اكبر شباتر المنهج بيتكلم عن الليوكوسايت والبلاد سيلز اللي هي كرات الدم. اذا النهارده باذن الله مطلوب مننا نعرف الفايبروبلاست والفايبروسايت والاندفرانشيت والفات والبلازما والماكروفاج والماست سيل. خلونا بقى في الخلايا نحط سكيمات، وعاوزك تعرف لي الاتي. اي نسيج احنا ناخده ان شاء الله في خليه، الخليه ديت هي الام اللي بتطلع باقي الخلايا كلها. الخلايا الجذعيه لو تسمعوا عن حاجه اسمها الخلايا الجذعيه، الخلايا الجذعيه دي الخلايا اللي ممكن تدي اي خليه ثانيه، والخليه البناءه الخليه الجذعيه بتاعه الكونكتيف تيشو هي الاندفرانشيتد. الاندفرانشيتد ميزينكايمال سيل دي الخليه الام اللي بيطلع منها الكل، دي المولده الكبيره اللي بتدي اسمعني الفايبروبلاست. والفايبروبلاست لما تقدم تبقى فايبروسايت. تاني كده هقول دي الخليه المولده للكل هي مين؟ الاندفرانشيتد. الاندفرانشيتد بتدي الفايبروبلاست وهي اللي بتدي الفات برضه، لان دي المولده للكل. اذا الاندفرانشيتد بتدي الفايبروبلاست وبتدي الفات، والفايبروبلاست لما تقدم تبقى فايبروسايت. احنا عاوزين نتكلم عن الفيكسد. الفيكسد اربعه، مين اللي جايبهم اصلا؟ الاندفرانشيتد. اذا الخليه الام للاندفرانشيتد للفيكسد هي الاندفرانشيتد، الخليه الام المولده لكل الاندفرانشيتد، تدي يا اما يا او يا فايبروبلاست يا اما الفات، والفايبروبلاست لما تقدر تبقى سايت. واحنا النهارده هنبدا الفايبروبلاست والفايبروسايت، وعاوز وانا بشرح لك فايبروبلاست وفايبروسايت اقول لك اي خليه تقابلنا اخرها بلاست هتقول فيها ايه، واي خليه تقابلنا اخرها سايت هتقول فيها ايه. اذا احنا هنعمل مقارنه بسيطه حالا بين اي خليه اخرها بلاست واي خليه اخرها سايت. يعني لو قلت لك فايبروبلاست فايبروسايت، كوندروبلاست كوندروسايت، اوستيوبلاست اوستيوسايت، اي خليه اخرها بلاست واخرها سايت اللي احنا بنتكلم عنهم حالا في الكونكتيف تيشو اسمها فايبروبلاست وفايبروسايت. فاكرين لما قلت لحضراتكم امبارح معظم الجراوند سبستنس ومعظم الفايبر كان من الخلايا اللي بتولدها الخليه اللي بتولدها فايبروبلاست، عشان كده سميناها فايبرو فايبرو لان هي اللي بتصنع الفايبرز، وبلاست معناها مولده. ونبدا اول خليه معانا الفايبروبلاست. من قبل ما تبص عندك، هو انا لو قلت لك من اين تنشا الفايبروبلاست ومن اين تنشا الفايبروسايت؟ الفايبروبلاست جايه من الاندفرانشيت، انما الفايبروسايت جايه الفايبروبلاست لما ادمج. انا هاخد خليه خليه، يعني هاخد الفايبروبلاست الفايبروبلاست والفايبروسايت ثم ندمج الاثنين مع بعض. بالنسبه للفايبروبلاست بيقول الاوريجن بتاعها هي طالعه منين؟ من الاندفرانشيتد ميزينكايمال سيل. ما هي الاندفرانشيتد ميزينكايمال سيل دي؟ دي الخلايا الام المولده لهم كلهم. الاندفرانشيت دي الخلايا الجذعيه المولده للكل، بتبقى لارج فيوزي فورم. وانا عاوز الكلمات اللي انا عامل لك عليها علامه، اللي انا قبلهم مختلف. لارج
لارج معناها خلية كبيرة، فيوزي فورم معناها مغزلية الشكل، شكلها مغزلي، ده معنى كلمة فيوزي فورم. وبتكون برانشينج، برانشينج معناها انها خلية بيكون لها برانشات طالع منها تفرعات. انا بتكلم حالا عن الخلية عشان ما حدش يفكر غلط ويقول لي ده فايبر ما كانش بيحصل له برانش، ده انا ده فايبر، انا حالا بتكلم عن الخلية، الخلية نفسها بتكون برانشينج. اذا اول معلومة عاوزين نعرفها في البلاست ان الخلية بتكون برانشينج، وبرانشينج معناها طالع منها تفرعات. يعني تلاقي مثلا ادي شكل الخلية، ادي شكل المغزلي اهو، تبص تلاقي ما هوش كده، لا تلاقي ان هي طالع منها تفرعات كده. اذا هي خلية مغزلية الشكل ولكن طالع منها تفرعات برانشينج، ادي الخلية اللي اسمها الفايبروسايت، مغزلية بس لها برانشات. بعدها السيتوبلازم بتاعها بيكون بيزوفيليك. وانا عاوز اتعلم حاجة، احنا في اي خليه عاوزين نعرف هي طالعه منين، شكلها ايه، شكل النواه ايه، شكل السيتوبلازم ايه، وظيفتها ايه. في اي خليه لازم نعرف شكلها، شكل السيتوبلازم، شكل النواه، الوظيفه، ثم نعرف هي في انهي نسيج، هي الفايبروبلاست في انهي نسيج، في الكونكت اللي طالعه منين، المنشا الاند فرانشيتد. وقلنا شكلها فيوزي فورم وبرانشنج. السيتوبلازم بيكون بيزوفيليك، يعني لونه ازرق. السيتوبلازم بتاعها بيكون بيزوفيليك ازرق. كده عرفنا شكلها وعرفنا السيتوبلازم. قال دول نعرف مين؟ النواه. بيقول لي النواه بتاعتها بتكون اوفل، بيضاويه في الشكل. الخليه كانت ايه؟ فيوزي فورم، يعني بيضاويه، يعني شكلها مغزلي. ما لما تكون الخليه شكلها كده يا جماعه، يبقى شكل النواه اكيد هيكون ايه؟ اوفل. وبالتالي بيقول لي هي شكل النواه اوفل وبيل. اوفل وبيل، بيل معناها لونها شاحب، بتكون اوفل وبيل. واي نواه تبان بيل، فاكرين لما خدنا في السيتولوجي حاجه اسمها الكروماتين؟ الكروماتين كان نوعين، يا ايو يا هيتيرو، اللي هو كان اسمه اكستندد كروماتين وكوندنسد كروماتين. كنت اقول لك حاجه، لما يبقى الكروماتين متوزع اللي كنا بنسميه الايو اللي هو الاكستندد، كان بيخلي شكل الخليه بيل. انما لما الكروماتين كان يتجمع كان يخلي شكل الخليه دارك، كان بيخليها بيزوفيليك. انا عاوز اعلمك حاجه، انسى الكلام ده خالص، اللي مش فاكر ده مش هعيده تاني. اي خليه بيل اعرف ان فيها ايو كروماتين، لان اللي يخليها بيل اي نواه بيل يعرف ان فيها ايو كروماتين. والايو كروماتين ده ما قلناش بنقول ايو كروماتين، بقينا بنسميه فاين كروماتين. وفاين كروماتين معناها تيجي تبص على النواه، انا حالا راسم النواه، تبص على النواه تلاقي الكروماتين متوزع فيها وبالتالي مش مديها لون معين، فبنقول انها بيل شاحبه، لان الكروماتين لما يكلكع يدي لون، لما يتفرد ما يديش لون. اذا النواه بتكون بيل، ومعنى انها بيل، معنى انها بيل ان نوع الكروماتين اللي فيها ايو كروماتين، اللي احنا بنسميه ايه بقى؟ فاين كروماتين. تعال نبص على المعلومه اللي بعدها، بيقول لي 1 اور 2 نيوكليولاي. هو الفرق بين نيوكليوس ونيوكليولس؟ نيوكليوس النواه، نيوكليولس النويه. هنا بيقول لي عندي 2 نيوكليولس، مش نيوكليولس واحده، ممكن تبقى واحده وممكن يبقوا 2. وده بيقول لي الخلايا دي بتكون موجوده الونج الكولاجين باندل، يعني موجوده بين الباندل بتاع الكولاجين. فاكرين امبارح لما قلنا الكولاجين كان عباره عن فايبرز بتكون باندل، بين كل باندل وباندل بتلاقي الفايبروبلاست موجوده. يعني الفايبروبلاست موجوده بتوين الباندلز. واخدين بالكم ان احنا قلنا شكلها شكل خليه فيوزي فورم وليها برانشنج، شكل السيتوبلازم بيزوفيليك، شكل النواه اوفل وبيل. اوفل وبيل معنى ان كده نوع الكروماتين فاين او ايو، شكل السيتوبلازم بيزوفيليك، وكانت موجوده بتوين الباندل. بعد كده تعالوا نبص كاتب ايه في الاي ام. ساعه ما نسمع ال ام في الخلايا، هناخد خلايا كتير في منهجنا واحنا ماشيين بقى، لما تسمع ال ام معناها ان انا عاوزك تقول لي لون السيتوبلازم ايه ولون النواه ايه. لما تسمع ال ام في اي خلايا قابلنا في المنهج بدايه من الكونكتيف، لان احنا من اول الكونكتيف بنتكلم عن خلايا بالتفاصيل بقى. من اول الكونكتيف اي ال ام يقابلك في خليه معناه لون السيتوبلازم ايه ولون النواه ايه. واي اي ام يقابلك معناه انا عايز اتكلم مين الاورجانيلز اللي موجوده في الخليه. اي ال ام معناها لون النواه ايه ولون السيتوبلازم ايه.
اي اي ام معناها مين الاورجانيلز اللي موجوده، على ما تحتوي الخليه دي من اورجانيل. تعالوا نبص الاي ام بتاعها، بيقول السيتوبلازم كونتين اول اورجانيل، كل العضيات المسؤوله عن بروتين سينثيس، المسؤوله عن تصنيع البروتين. وحضراتكم فاكرين مين اللي كان بيصنع بروتين؟ ار اي ار اللي هي الرايبوسوم، وكان لازم يبقى معاه اللي يعدل له الجولجي، عشان كده هتلاقوا بيقول بيكون موجود جولجي وبيكون موجود ار اي ار. طبعا لازم يبقى فيه جولجي ولازم يبقى فيه ار اي ار، ومين بتاع الطاقه اللي لازم يكون موجود في اي مكان عشان تصنيع ميتوكوندريا. ساعه ما اقول لك محتاج تصنيع بروتين ار اي ار وجولجي وتديني طاقه ميتوكوندريا، الكلام ده قلناه في الاورجانيزم في السيتولوجي اللي كان بيصنع بروتين ار اي ار، وهنا بيقول لك ده مسؤول عن بروتين سينثيس، بس هو ما قالش كلمه ده مسؤول عن بروتين سينثيس عشان يخزنه جواها ولا تطلعه لبره؟ ده خليه بتفرز بروتين. اذا كنا بنقول البروتين الخارجي اللي طالع بره هو اللي كان على الار اي ار، فالار اي ار هي اللي بتصنع البروتين، ومعانا جولجي ومعانا ميتوكوندريا. في كلمه مكتوبه حد يقول لي معناها ايه بقى؟ بيقول لي بيكون في سكريتوري فيسيكل، هويصلات تطلع ليه؟ عشان بصنع وبطلع، محتاج هويصلات تطلع لي البروتين اللي بره. الفانكشن بتاعتها انا قايلها لك من امبارح ومش هقولها تاني حالا. كان مين اللي كان بيصنع الانتر سيلر سابستنس؟ يان جراوند سابستنس او فايبر؟ فايبروبلاست. عشان كده بيقول ان الفايبروبلاست هي اللي بتصنع الانتر سيلر سابستنس اللي هي يا فايبر يا جراوند سابستنس، يعني هي المسؤوله عن تصنيع الانتر سيلر. اقول لكم بقى انا عامل المقارنه دي اصلا عشان البلاست بلاست بلاست بالبي، كل الكلام اللي فيها بالبي. هي البلاست كانت ايه؟ فيوزيفورم برانشنج بالبي. السيتوبلازم بيكون بيزوفيل بالبي، ان هو بيكون بين بالبي، موجوده بتوين البند ومسؤوله عن بروتين سينثيس. اي بلاست قبلك في منهجك بقى خلاص انت عرفتها، مش هقولها لك تاني، تبص الكلام ده بعدها. في خليه جايه لنا ان شاء الله في اخر السنه اسمها كذا بلاست، قول لي اللي تعرفه عنها. تبقى برانشنج السيتوبلازم بيزوفيلك، ان هو بيكون بيل، ومعنى انها بيل فيها فاين كروماتين، والشكل بيكون ايه؟ هنبقى ناخدها حسب كل خليه. السيتوبلازم قلنا بيزو ان هو بيكون بيل، موجوده بتوين الالياف اللي هي بتعملها، ومسؤوله عن بروتين سيلز. وانا بقول لك مسؤوله عن بروتين سيلز ده يديك مؤشر ان انا اكتب هنا مين؟ ار اي ار طبعا، ومين معانا؟ والجولجي، ار اي ار والجولجي، وبتكون مسؤوله عن تصنيع الانتر سيلر. والحاجه الحلوه قوي في المقارنه ديت كان انا عاملها سكين كده عشان ما فيش خلايا قدامك تاني. البلاست كله بالبي والسايت كله لس كذا. لس وحط الكلمه. يعني بص هنا كانت دي كانت ايه؟ برانش. دي لس برانشنج. نفس الحاجه بس بلاش اقل شويه. دي ايه؟ بيزوفيلك. هنا لس بيزوفيلك. دي كانت ايه؟ بتقول البند هنعرف قبالها ايه؟ البروتين سينس ما فيش كلمه قبالها. الكلمه الوحيده اللي اختلفت هتبقى دي. ان هو كانت بيل، ان هو هنا بتبقى دارك. ودارك لان نوع الكروماتين كان النوع اللي اسمه الهيتيرو، اللي هو كان اسمه كوندنسد كروماتين. ان نوع الكروماتين لما بيختلف بيخلي لون النواه تختلف. اذا دي برانشنج، دي هتبقى ليس برانشنج. برانشات اقل. دي بيزوفيليك، دي ليس بيزوفيليك. يعني لونها ازرق بس ازرق اقل شويه من دي. وفي حاجه حصلت السنه اللي فاتت كانت مشكله بسبب الكلمه دي، وهقولها لك حالا عشان لو اتكررت السنه دي. الدكتوره جابت لهم في الامتحان في الاختيارات ما جابتش بيزوفيليك خالص، وجابت اسيدوفيليك. لا هي جابت اسيدوفيليك بس، جابت اسيدوفيليك بس. طبعا كل الطلبه قعدوا في الامتحان قالوا الاجابه غلط لان ما فيش حاجه اسيدوفيليك اصلا. قامت جايه الدكتوره طالعه بعد الامتحان قالت لهم يا جماعه ما هو ليس بيزوفيليك معناها انها اسيدوفيليك. بس الكلمه دي مش صح. انا بقول كلامي واضح اهو، الكلمه دي مش صح. مفيش حاجه اسمها ليس بيزوفيليك تبقى اسيدوفيليك. الخلايا دي لونها ازرق تحت الميكروسكوب، بيبقى لونها ازرق. بس لو ده حصل وجالك في الامتحان اعتبر، بس مش صح، اعتبر ان الليس بيزوفيليك معناها اسيدوفيليك. طب لو جت ليس بيزوفيليك واسيدوفيليك اختار ايه؟ ليس رسميا هي ليس بيزوفيليك. انا بقول لك لو ليس بيزوفيليك مش موجوده بديها كلمه اسيدوفيليك مع انها غلط، بس ده اللي حصل السنه اللي فاتت. تعالوا نبص بقى على الفايبروبلاست، وهنا برضه عاوز اعلمك حاجه كده صغيره. اي خليه النواه بتاعتها بيل اعرف انها اكتف.
شغاله واي نواه بتكون دارك اعرف انها inactive مش شغاله. تعالوا كده ناخد المقارنه بقى. مكتوب عند حضراتكم الفايبروبلاست تبقى inactive، ولو طلع الفايبروبلاست اصلا بتنشا من مين؟ الفايبروسايت قاسم بتنشا من مين؟ من الفايبروبلاست لما تقدم، هي طالعه من الاولد فايبروبلاست، من الفايبروبلاست القديمه وبتكون inactive، شكلها بيكون سبندل يعني بيخزري برضه بس فيو برانشز، برانشات اقل. بالال ام دي بيزوفيليك، دي سلايتلي بيزوفيليك، سلايتلي بيزوفيليك اللي هي ليس بيزوفيليك يعني لون ازرق اقل، وقلت لك دي بتعادل كلمه اسيدوفيليك. النواه بتبقى الونجيتد ودارك، انا عاوز كلمه دارك. الجولج بيكون صغير وكمل ار اي ار قليل، حط اي قبل اي كلمه كلمه ليس يديك السايد. دي كانت ايه؟ اكتف. انا عاوزك تعرفها كمقارنه زي اللي انا بقولها بقى. دي كانت اكتف، دي الاكتف، دي كان شكلها سبندل او فيوزيفورم سبندل، هما الاثنين نفس الحاجه بالظبط. دي كانت برانشنج بس دي ليس فيو برانش. دي كانت بيزوفيليك، دي سلايتلي بيزوفيليك اللي هي ليس بيزوفيليك يعني اسيدوفيليك. دي كانت بيل، وبيل معناها ان الكروماتين فاين او ايو يعني الخليه اكتف، هنا دارك يعني ايو او كوندنسد يعني الخليه ان اكتف. دي مسؤوله عن بروتين سيمس، ما جابش سيري دي في حاجه. دي كانت طالعه منين؟ من اندفرنشيتد. امال طالعه منين؟ من الفايبروبلاست لما تقدم. وده كده المقارنه بين الفايبروبلاست والفايبروسايت. حاجه اخيره، مسؤوله عن بروتين سيلس يعني فيها ار اي ار كتير وجولج كتير، هنا هيبقى ليس ار اي ار وليس جولج، كمل ار اي ار قليل وكمل جولج قليل. واحنا قلنا الفايبروبلاست طالعه من خليه اسمها ايه؟ اندفرنشيتد. عاوزين بقى نبص على الخليه اللي اسمها الاندفرنشيتد دي. وبصوا كان في مثل، في مثل مصري بيقول لك اقلب القدره على فمها تطلع البت لامها، البت هي الفايبروبلاست وامها الاندفرنشيتد، وهتلاقي الاثنين شبه بعض بالظبط. يعني هناخد الخليه الاندفرنشيتد هتلاقيها شبه الفايبروبلاست. انا بقول الكلمه دي غلط لان مش اندفرنشيتد شبه الفايبروبلاست، ده الفايبروبلاست هي اللي شبه الاندفرنشيتد، ده مين الام؟ الاندفرنشيتد. تعالوا نبص كده على الاندفرنشيتد. فايبروسايت بتبقى متوزعه سكتر، ده ما قالش كده بس بتكون سكتر، ده متوزعه برضه بين البند بس متوزعه بقى. ما هو اي فايبروبلاست موجوده بين البند اللي تقدم وتبقى ان اكتف تبقى فايبروسايت، اذا هي موجوده بين البند برضه. بالنسبه للخلايا اللي اسمها الاند فرانشيت 43 من تحت، الاند فرانشيت طب هي نفس الكلمه عشان كده ما قلتهاش. ما هو سبندل هي هي فيوزي فورم، واوفل هي هي الونجيتد، عشان كده ما قلتهمش في المقارنه لانهم الاثنين واحد. الاندفرنشيتد ميزنكاينال سيل بقى دي مكتوب عندك سمول ستيليت شيب برانشد سيل. وفي الهيستولوجي كتاب الهيستولوجي مشهورا بيعمل لحضرتك اسراء لغوي. يعني ايه؟ الحاجه بتكون لها معنى يقول لك نفس المعنى بكلمات مختلفه، وانت تفتكر يا نهار ابيض ده كده الموضوع اختلف. كده خلاص انا محفظها كده. اوفل هي هي الونجيتد، فيوزي فورم هي هي سبندل، هي هي كلمه ستيليت، بس ستيليت دي معناها خلايا نجميه يعني عامله زي النجوم، عامله زي النجوم يعني ايه؟ يعني طالع منها برانشات كتيره كده، ده معنى كلمه ستيليت. ستيليت يعني برانشنج، ما الفايبروبلاست كانت برانشنج لان الاندفرنشيتد هي كمان كانت برانشنج، اذا دي برانشنج سيل، وستيليت معناها خلايا نجميه عامله زي النجوم لها برانشات كتيره. بالال ام فكرني يلا، لما اقول لك ال ام يعني انا عاوز لون سيتوبلازم ولون ان هو ما بصش عندك، انت ما تعرفهاش صح؟ احنا ما خدناش اندفرنشيتد، لا قول لي ايه اللي مكتوب في الاندفرنشيتد؟ السيتوبلازم هيبقى بيزوفيليك، ان هو هتبقى بيل، وكنا قايلين هنا بيل، فاكرين لما قلنا النيوكليولاي كانت واحده ولا اثنين؟ كانت يا واحده يا اثنين، اذا بيكون عندنا حاجه اسمها برومينانت نيوكليولاي. برومينانت معناها النيوكليولاي واضحه قوي جواها، عشان كده هتلاقي مكتوب عندك السيتوبلازم يكون بيزوفيليك، ان هو بيكون بيل وفيها برومينانت نيوكليار. ايه الحاجه الجديده الزياده في الاندفرنشيتد بقى؟ يعني الاندفرنشيتد دي المفروض انها هتدي خلايا صح؟ اسمها فايبرو بلاست. ازاي بتديها؟ عن طريق الانقسام. فلازم مين اللي يكون كل لما تبص على الخلايا تلاقيه موجود؟ الانقسام اللي هو كنا سميناه ايه؟ لما الخلايا تنقسم اثنين الميتوزس اللي هو الانقسام الميتوزي، عشان كده بيقول ميتوتيك فيجر ار فريكونتلي اوبزرفد، معناها بنلاقي ميتوزس كتير، بنلاقي فيه ميتوزس كتير انقسامات كتير.
معظم الخلايا يا جماعه متوقفه على شابتر السيتولوجي اللي هو اول شابتر. عشان كده انت لو فاهم اول شابتر تبص تلاقي دي ماشيه معاك سهله على طول. بعد كده بيقول لي بالاي ام، عرفني يعني ايه ام. يلا عايزين نعرف مين الاورجانيل. بيقول لي موست اورجانيل ار بريزنت ان لارج اماونت هو الفري رايبوسوم. في لارج اماونت اوف فري رايبوسوم. ولا فايبروبلاست كان مين اللي موجود؟ الفري ولا اتاتش؟ الاتاتش اللي كان نوعه ار اي ار، انما هنا في مين؟ فري. وبيقول لي النيوكليولس بتحتوي على اكستندد كروماتين. ايه اللي خلاني اقول اكستندد كروماتين؟ اللي هو نوعه ايو، اللي هو الاسم التاني بتاعه فايل، اللي كان خلى ان هو اصلا بيل. عشان كده بقول هي فيها اكستندد كروماتين. الفانكشن بتاعتها بيقول لي كيبابل اوف ديفرنشيشن، وكلمه ديفرنشيشن معناها تتشكل، قادره انها تتشكل لليوجوال سيل تايب اللي موجوده في الكونكتيف تيشو. انا عاوزك لنفسك انت تكون عارف مين الخليه اللي بتدي الفايبروبلاست والفات الاندفرنشيت. اكتب لي جنب كلمه اندفرنشيت من فوق الخليه الام بالعربي كده، اكتب لي الخليه الام، وتحتها بالانجلش اكتب لي ستيم سيل. ويعني ايه ستيم سيل؟ الخلايا الجذعيه دي، الخلايا المولده لكل حاجه اسمها ستيم سيل. اذا هي الخليه الام، واكتب لي بالانجلش عندك كده ستيم سيل، الخلايا الجذعيه. وفي الناحية التانية في أي حتة برضه جنب الأندفرنشيت اكتب بتساوي فايبروبلاست. هي كأنها فايبروبلاست أصلاً، عشان لما تحفظ فايبروبلاست خد معاها الأندفرنشيت على طول. بس في فرقين اتنين بين الفايبروبلاست والأندفرنشيت. الأندفرنشيت فيها مايتوزس كتير، والفايبروبلاست ما فيهوش مايتوزس. الفايبروبلاست تدي فايبروسايت. اوعى تنسى ان كان النوع المسؤول عن تصنيع البروتين فيها ار اي ار، يعني اتاتش رايبوسوم، انما في الاندفرنشيتد كان فري رايبوسوم. تعالوا بقى ناخد الخلايا اللي اسمها فات سيل، وكلمه فات معناها دهون. وعاوزك تعرف معايا الكلمه اللي هقولها دي، فات سيل معناها خلايا دهون، وكلمه دهون لها اسم تاني اسمها اديبوز. اديبوز دي معناها دهون، معناها فات. إذا الخلية ليها اسمين اتنين، خلية اسمها فات سيل أو الاسم التاني بتاعها أديبوز سيل، اللي هي خلايا الدهون. أنت عارف معلومة عنها، إيه هي المعلومة دي؟ ما تبصش بقى بقى المعلومة إيه؟ إنها طالعة منين؟ عندي فرانشيت، لأن الأندي فرانشيت كانت بتدي الفايبروبلاست يا إما فات. عشان كده مكتوب عند حضراتكم الأديبوز سيل، الأديبوز سيل اللي هي الخلايا الدهنية. الاسم التاني بتاعها فات سيل، الاسم التالت بتاعها اديبو سايت. هي سايت يعني ايه؟ خليه، واديبو يعني فات معناها دهون. اذا دي اسمها الفات سيل، الخليه الدهنيه. يبقى احنا عندنا الاديبو سايت او الفات سيل، او بنسميها اديبوز سيل. هي كلمه اديبوز لما تقابلك معناها دهون، معناها فات. تعالوا بقى نتكلم عن الخلايا اللي اسمها الاديبوز سيل او الفات سيل او الاديبوسايت، والتلات اسماء هم نفس الحاجه بالظبط. بيقول لي بيكون عندنا نوعين اتنين، حاجه اسمها يوني لوكيولار وحاجه اسمها مالتي لوكيولار، وهنعرف يعني ايه حاله. بيكون عندنا نوعين، واحده اسمها يوني لوكيولار وواحده اسمها مالتي لوكيولار. بص بقى كده معايا ثواني عشان افهمك يعني ايه يوني لوكيولار ويعني ايه مالتي لوكيولار. هي دي خلايا ايه؟ خلايا دهون، صح؟ يعني ايه كلمة خلايا دهون؟ يعني الخلية نفسها دهون؟ لا، معناها ان الخلية مخزنة دهون جواها. ده معنى الكلمة. كلمة فات سيل خلايا دهونية معناها الخلية مخزنة دهون جواها. فالخلية بتخزن دهون في صورتين اتنين. بص، دي صورة ودي صورة. ادي شكل الخلية. شكل الخلية هنا بنيجي نبص نلاقي الفات متخزن على هيئة جزء واحد بس وكبير. جزيء واحد وكبير، ولما الفات يكون موجود على هيئة جزيء واحد وكبير النواة تروح في ايه؟ غصب عنها الفات هيزقها هيزقها هيزقها، فتلاقي النواة بقت موجودة في جنب هنا كده. لأن ده الفات أهو، ده الدهون، والدهون زقت النواة في جنب. إذا جزيء الدهون هنا موجود، جزيء واحد ولا جزيئات كتيرة؟ جزيء واحد. كبير ولا صغير؟ كبير. عشان كده سميناه يوني لوكيولار. يوني لوكيولار يعني مكان واحد، هو في مكان واحد بس.
هنا بنيجي نبص نلاقي ادي فات وادي 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 فات كتير، وان هو موجوده في مكانها عادي خالص محدش زقها لان الفات متوزع حواليها، عشان كده قمنا جايين مسميينها مالتي لوكيولار. عارفين كلمه لوكيولار دي جايه منين؟ من لوكيشن اللي هو مكان. يعني هنا يوني لوكيولار دكتور، دكتور افتح لوحده دكتور الله ينور. يوني لوكيولار معناها مكانها واحد، هي في مكان واحد. هنا مالتي لوكيولار معناها في اكتر من مكان. الفرق الجوهري بين يوني لوكيولار ومالتي لوكيولار الفرق هنا على هيئه، عايز اسمع بقى الكلمه منك، جزئين واحد كبير ولا صغير؟ كبير. هنا على هيئه جزيئات صغيره. النواه هنا تبقى فين؟ في جنب. النواه هنا تكون فين؟ في النص. وده وده لما بنيجي نصبغه بالاتش اند اي، الاتش اند اي بياكل الدهون. يعني ايه؟ يخليها ما تبانش اصلا، تبان منطقه فاضيه ما فيهاش حاجه خالص. ولما يبان لك منطقه فاضيه بالاتش اند اي اعرف ان كان هنا في حاجه دهنيه، لان واحنا بنصبغ اتش اند اي عندنا ماده اسمها الكحول وماده اسمها الزيلول، ده من ضمن التركيب. يعني احنا مثلا حد بيجيب لنا شريحه بنخش معمل الهيستولوجي عشان نصبغ اتش اند اي، بنقوم جايين حاطين ماده ثم ماده ثم ماده ثم ماده ثم ماده لحد ما نعمل الصبغه كامله. من ضمن المواد اللي بنحطها ماده اسمها الكحول وماده اسمها الزيلول. الالكحول والزيلول الاثنين دول بياكلوا الفات، بيحللوا الفات يخلوه يدوب ما يكونش موجود خالص. يبقى لما تيجي تبص على الخليه تلاقيها خليه فاضيه، خليه ما فيهاش حاجه، فيها مكان كبير قوي فاضي. ولما تلاقي خليه فاضيه معناها ان كان هنا فيه فات واختفى. وبالاي ام احنا قلنا بالال ام نشوف الوان، بالاي ام نشوف ابيض واسود، ده انا اقصد في الميكروسكوب نفسه بقى، بالاي ام تشوف ابيض واسود، دي بيبان لونها اسود غامق قوي. خلايا الفات بيبان لونها اسود غامق. يبقى خد بالك من حاجه، لو جبت لك في العمل وقلت لك خليه ولقيت الخليه فاضيه، ده معناها ان كان فيها جزيئات فات واتحللت خلاص بالاتش اند اي. ده بيدي نوع نسيج دهني في جسمنا، ده بيدي نوع نسيج دهني مش في جسمنا ده في جسم الحيوانات. عشان كده احنا الحصه الجايه هناخد النسيج اللي بيديه الخليه دي والنسيج اللي بيديه الخليه دي. تعالوا نبص بقى على اول نوع معانا اللي اسمه اليوني لوكيولار، والنوع الثاني اللي اسمه المالتي لوكيولار، ووجه الشبه بينهم ان الاثنين طالعين من اند فرانشيل. اذا الخليه اليوني لوكيولار والمالتي لوكيولار الاثنين طالعين من الاند فرانشيل ميزنكايمال سيل. اليوني لوكيولار بتكون نسيج اسمه وايت اديبوز تيشو. وايت اديبوز تيشو. انما المالتي لوكيولار بتعمل البراون اديبوز تيشو. النسيج الدهني الابيض والنسيج الدهني البني. حد يجي يسالني يلا او انا اسالكم، هي الدهون بيكون لونها ايه؟ احمر. الدهون الدهون لما حد بيكون بينضف فرخه ولا حاجه بيلاقي الدهون لونها اصفر. اي دهون بيكون لونها اصفر. بس الدهون يا جماعه اسمعوا المعلومه ديت مني، الدهون جواها صبغه اسمها كاروتين، والكاروتين ده صبغه الجزر. يا اما يبقى لونها كاروتين قليل قوي فيبقى لون ابيض، يا اما يبقى الكاروتين اعلى شويه يديك لون اصفر، اعلى شويه يديك برتقاني، اعلى قوي يديك لون بني. عشان كده دول كلهم درجات اصلا، بيبقى في وايت ويلو واورنج وبراون. بس هو بادئ من اولها بيقول لك الفات اللي اسمها اليوني لوكيولار بتدي الوايت اللي هو برضه اليلو، الوايت هو هو اليلو. انما ده البراون ده الغامق قوي، معناه ان في كاروتين كتير، وهنعرف ايه اللي مخلي ده وايت حالا وايه اللي مخلي ده براون. يبقى دي بتدي انهي نسيج؟ الوايت. ده بتدي انهي نسيج؟ البراون. وتفاصيل النسيج هنقولها ان شاء الله الحصه الجايه. بعد كده بيقول انها تبقى لارج سيل، خليه كبيره. وايه اللي يخلي دي خليه كبيره؟ جزيء الفات متجمع على هيئه جزيء واحد فيكبر الخليه، بتبقى لارج سيل. الناحيه الثانيه بيقول انها سمول سيل، خليه بتكون حجمها صغير. ناخد الموضوع مقارنه على طول اهو. الاثنين طالعين من اند فرانشيل، الاثنين طالعين من الاند فرانشيل، واحده بتعمل النسيج الوايت، الثانيه بتعمل النسيج براون. دي خليه لارج، دي خليه سمول. عاوزين نعرف بقى الفات متخزن ازاي. الفات هنا متخزن على هيئه سنجل ولا مالتيبل؟ سنجل. لارج ولا سمول؟ لارج. الفات بيكون على هيئه سنجل لارج فاكيول، وكلمه فاكيول معناها خويصله. فبيقول لي فات استور على هيئه سنجل دروبلت. سنجل دروبلت معناها نقطه، نقطه. وانت لما بيكون معاك زيت وحطيت نقطه زيت على الميه، بص لها بانت على انها دايره كانها مدوره. فهنا بيقول لك الفات بتبان سنجل، علم على كلمه سنجل. انا معلم لك الكلام اصلا طبيعي اهو. بيقول لي ابير از
empty space. يعني ايه empty space؟ منطقة فاضية. ايه اللي يخليها فاضية؟ لأنها بالـ H and E تتحلل بالمادتين اللي اسمهم الكحول وزيلون. بيقول بتبان على هيئة منطقة فاضية لأنها بالـ H and E الفات بيتحلل بالسولفيد في الكحول والزيلول. أنا عايز هنا كلمة إنها بتبقى سنجل ولا مالتيبل فاكيول؟ سنجل. سنجل فاكيول أو سنجل دروبلت بتكون باينة ولا بتظهرش؟ بتظهرش لأن الكحول والزيلول بياكلهم. من الناحية التانية هتلاقيه بيقول store الفات in several small droplets. دروبلت قلنا معناها نقطة. دي كانت سنجل لارج. دي بتكون several ومالتيبل وسمول. النواه هنا فين؟ بريفرال ولا سنترال؟ بريفرال. امال هنا النواه سنترال. بس لما تكون النواه بريفرال اتعلم حاجه بقى. لما النواه تكون حاجه زقاها في جنب بتعمل شكل مميز اسمه سيجنت رينج ابيرنس او سيجنت رينج ابيرنس. معناها ايه بقى؟ بص عارفين حضراتكم زمان لما كان الملوك اللي هم بتوع العصور القديمه خالص كان يلبس خاتم كده، الخاتم ده بيكون للختم بتاعه. كان يوم جاي حاطين له شمع على الجواب وهو يجي بالخاتم يوم جاي عامل عليه اللي هو خاتم كان الملوك بيبصموا بيه، كانوا بيعملوا بيه الختم بتاعهم. ده كان زمان. في عصرنا الحديث الخاتم ابو فص، الخاتم اللي بيكون له فص بيلمع من فوق ده اسمه سيجنت رينج. ليه بقى؟ بيقول لك ما دي الخاتم اهو وادي الفص اهو، ده المكان اللي دخل فيه صمعه وده اللؤلؤه اللي موجوده. عشان كده بنسميه سيجنت رينج ابيرنس. لما تكون النواه مزقوقه في جنب، عايز اسالك سؤال، هي النواة لو مزقوقة يبقى اوفل ولا راوند؟ اوفل. لانها مضغوطة. وبريفرال ولا سنترال؟ بريفرال. عشان كده بيقول ان النواة بتكون فلات. فلات معناها مضغوطة، فلات نيوكليوس. ار ديسبليسد. ديسبليسد معناها متغير مكانها في مكان غير الطبيعي بتاعها. امال مكانها فين بقى؟ اجينست السيل ممبرين، جنب السيل ممبرين على طول. اكتب لي انت عندك كده بايدك بريفرال. بريفرال معناها انها موجوده في الاطراف. بريفرال. وبيدي منظر اسمه سيجنت رينج ابيرنس. عشان كده لو سالتك مين الخليه اللي فيها سيجنت رينج ابيرنس؟ الخليه اللي اسمها يوني لوكلر. يعني ايه كلمه اصلا سيجنت رينج ابيرنس؟ حاجه موجوده زق النواه على جنب، والنواه لما تتزق على جنب تبقى فلات وبالتالي تعمل سيجنت رينج ابيرنس. الناحيه الثانيه بيقول النيوكليوس السنترال موجوده في النص، مفيش حاجه زقاها ولا حاجه مبوظاها. تعالوا نبص على السيتوبلازم فيه ايه. بيقول السيتوبلازم فيه جولجي قليل. ليه هنا جولجي قليل؟ واحنا عاوزين بروتين، مش عاوزين بروتين، وبالتالي الجولجي قليل. وفيو ميتوكوندريا، وميتوكوندريا قليله. وتعلم حاجه، كل لما لون يغمق اعرف ان الميتوكوندريا زادت. في اي خليه كل لما اللون يغمق اعرف ان الميتوكوندريا زادت. دي وايد ودي براون، يبقى دي كم الميتوكوندريا؟ قليل. وهنا كم الميتوكوندريا؟ كتير. كل لما اللون يغمق اعرف ان الميتوكوندريا زادت. بيقول لي بتكون السيتوبلازم فيه سمول جولجي وميتوكوندريا قليله. اسمع، بما ان في سمول جولجي يبقى نورمالي هيبقى في سمول. مين اللي مربوطين مع بعض على طول؟ ار اي ار وبولجي. بما ان في سمول بولجي يبقى في سمول ار اي ار. فتلاقيه بيقول لك ان بيكون في ليتل ار اي ار، ولكن عندنا فري ريبوسوم كتير قوي، ابندنت فري ريبوسوم. اذا بص عندنا مين زياده في الخليه دي؟ فري ريبوسوم عشان يصنع البروتين اللي بيصنعها هي. انما هي ما بتخرجش بروتين، اذا ما فيهاش او فيها ار اي ار قليل. بما ان فيها ار اي ار قليل يبقى فيها فولجي قليل، والميتوكوندريا بتكون قليله لان اللون بتاعها فاتح. تعالى نروح الناحيه الثانيه كده. بيقول لي السيتوبلازم فيه مور ميتوكوندريا، في ميتوكوندريا اكتر. وفي اس اي ار. اس اي ار. ليه اس اي ار؟ فاكرين لما كنت بقول لكم الاس اي ار اكتب لي جنبها ليبيد، دهون، دهون احمر. انا دي الدهون اهي، ما احنا كده في دهون بقى. فبالتالي بيقول لي هي فيها اس اي ار بطليك الار اي ار، ما فيهاش ار اي ار. وده بيجي في الامتحان دايما السؤال ده. يقول لك كل الاورجانيلز الاتيه موجوده في المالتي لوكولر ما عدا. مين اللي مش موجود؟ الار اي ار. وبيكون الفري ريبوسوم فيها قليل. اخدها كمقارنه، اخدها كمقارنه عشان بالمقارنه بتضح الاشياء. النوعين اسمهم يوني لوكولر ومالتي لوكولر، الاثنين طالعين من اند فرانشيت. دي خليه
لارج لخليه سمول. الفات مخزن على هيئه سنجل دروبلين، هنا الفات على هيئه سيفرال سمول دروبلين. بما انه سنجل فان هو تبقى اجينست السيل ممبرين، يعني هتدي سيجنترنج ابيرنس هنا ان هو بتكون سنترال. السيتوبلازم فيه جولجي بس قليل، ار اي ار بس قليله، امال مين الكتير؟ عكس الار اي ار الفري رايبوسوم واللون فاتح يبقى الميتوكوندريا قليله، تعالى الناحيه الثانيه اللون غامق يبقى الميتوكوندريا كتير، هنا كان في رايبوسوم كتير، هنا في رايبوسوم قليل، هنا كان في ار اي ار قليل، هنا مفيش ار اي ار اصلا، امال مين البديل بتاعها؟ اس اي ار، بما ان اللون غامق يبقى مالتيبل ميتوكوندريا. وده كده بالنسبه للخلايا الاند فرانشيل، وتلاقي كاتب بعدها بيقول زي سينسايز اند ستور ترايجلسرايد، بتصنع وتخزن ترايجلسرايد. ايه الترايجلسرايد دي؟ الماده الخام المصنعه للدهون. دي الماده الخام المصنعه للدهون. وده كده الخلايا الفيكسد. فاكرين الفيكسد كانت كام نوع؟ مش الميتوكوندريا الميتوكوندريا، لا الميتوكوندريا مرتبطه بالطاقه عموما، اي حاجه بتصنع او اي حاجه محتاجه طاقه في التصنيع كتير لازم ميتوكوندريا تزيد، مش مرتبطه ببروتين او ليبيد، هي مرتبطه بالتصنيع عموما، سواء تصنيع بروتين او تصنيع ليبيد. الايه؟ السام بتاعت الكحول والزيلول. الماده اللي اسمها الكحول او زيلول ده من ضمن مكونات الصبغه اللي اسمها اتش ان دي اي، فلما بتحطوهم على اي خليه فيها دهون الكحول والزيلول بيخشوا جوه الخليه يدوبوا الدهون خالص، وتبقى الدهون مش موجوده اصلا لانها دابت، فيبقى مكانها لون فاضي، منطقه فاضيه. معناه انها ما فيهاش ار اي ار، هي فيها اس اي ار ولكن ما فيهاش ار اي ار، لاك معناها لا يوجد. فيها جولجي بس جولجي كمه قليل، هو ما ذكرهاش بس خلينا ما نقولهاش خالص. الار اي ار فين؟ في المالتي واللي لاك، لاك معناها مش موجوده. لا لاك معناها نقص، مش موجوده، مش موجوده، معناها هنا هي مش موجوده، الار اي ار مش موجوده. ما بيجيش صح الار اي ار، عمرها ما يجيش صح الار اي ار، انتوا مثلا بتفكروا تفكير زياده شويتين، عمرها ما تيجي. لكن بالنسبة للخلايا الفيكسد، والخلايا الفيكسد عندنا كانوا أربعة، إيه هما؟ الخلايا الأم اسمها أند فرانشيل اللي تدي فايبروبلاست، اللي تدي فايبروسايت. في خلايا خاصة بنفسها اسمها خلايا الفاي. تعالوا بقى ناخد الخلايا اللي بعدها اللي هي اسمها ترانزيانت، الصفحة الأخيرة معانا النهاردة، والترانزيانت بيكونوا ثلاثة، واحدة اسمها بلازما سيل، واحدة اسمها ماكروفاج، واحدة اسمها الماست سيل. والصفحة دي يا جماعة بتتسال فيها نظري، وبتتسال فيها عملي، وبتتسال فيها في اي امتحان يقابلك. الصفحه دي واحده من اهم صفحات المنهج كله، ولازم سؤال عملي بيجي من الصفحه دي، ولازم نظري بيجي من الصفحه دي. دي اهم صفحه في الكونكتيف تيشو اصلا، الماست سيل والبلازما سيل والماكروفاج. واكتب لي عندك يلا بعد اذنك فوقهم هم الثلاثه خلايا مناعيه. التلاتة خلايا مناعية، اكتب عندك كده بإيدك إن هما خلايا مناعية، يعني بيشاركوا في إيه؟ في الدفاع عن الجسم، هو مين المسؤول عن الدفاع عن الجسم أساساً؟ كرات الدم البيضاء ده في الدم، معاها الأجسام المضادة في الدم، أمال في الأنسجة بقى مين اللي يدافع؟ هما دول. دول اللي بيدافعوا في الأنسجة مع كرات الدم البيضاء. الماست سيل، بس يا باشا الناس جاية تشرحها إيه؟ ما لسه أقولها أهو. يا دكتور انا سؤالي، هو ايه علاقه الخلايا المناعيه في الكونكتيف تيشو؟ علاقه الخلايا المناعيه بالكونكتيف تيشو، ربنا لما خلق الخلايا المناعيه في جسمنا خلقها انها تكون موجوده في الدم سيركيوليتنج، ماشيه في الدم، ومعنى انها ماشيه في الدم عشان تروح لاي نسيج مهما كان نوعه، نسيج محتاج مناعه نديله من الدم. انما الكونكتيف تيشو اصلا ربنا خالق جواه خلايا هي بطبيعتها موجوده عشان تحميه، حتى لو الدم ما جابلوش هو موجود جواه خلايا بتاعته، هو جيش خاص بيه موجود جواه، هي الخلايا دي. نتكلم عن ثلاث خلايا، خلايا اسمها الماست سيل، وخلايا اسمها البلازما سيل، وخلايا اسمها الماكروفاج. نبدا اول حاجه بالماست سيل. الماست سيل بيقول لي انها بتكون موجوده فين؟ موجوده في الكونكتيف تيشو، سي تي اللي هي الكونكتيف تيشو، ودي بتكون موجوده في الكونكتيف تيشو جنب البي في. ايه البي في؟ بلاد فيست. بتكون موجوده في السي تي جنب البي في، اعرفها كده على طول، في السي تي جنب البي في، يعني في الكونكتيف تيشو جنب البلاد فيسل. انا هاخد الخليه كلها على بعضها.
خليه اسمها ايه معلش فكرني؟ ماست. خليه ماست سيل بتكون ماست بريزنت ان كونكتيف تيشو نير البلود فيسل، وبتكون خليه لارج، خليه كبيره راوند مدوره او اوفايد بيضاويه الشكل. وانا معودك بقى في المذكره معاك، لا مش معلم عليه ده قراءه سريعه كده، انما اللي معلم لك عليه ده بتاع الاسئله. وبالتالي بيقول ان هو لارج راوند اور اوفايد. بعد كده الخليه دي ان هو بتكون سنترال، نيوكليوس السنترال وسفيريكال، معناها انها بتكون لون دائريه الشكل. يعني ان هو بنيجي نبص عليها هنلاقي ان ادي الخليه اهي خليه لارج، ممكن تبقى راوند مدوره او بيضاويه اوفايد، ان هو بتكون في النص وسفيريكال، يعني ان هو بتكون في المنتصف سنترال وسفيريكال معناها دائريه. اهم كلمه الكلمه اللي بعدها. حوالين النواه بيكون موجود جزيئات لونها ازرق. يعني هنا المفروض لو في قلم ازرق كنت رسمتها. ادي النواه اهي، اعتبر ان انا ماسك قلم ازرق حالا، ماشي؟ بيكون في جزيئات حواليها كده، الجزيئات دي بيكون لونها ازرق، عشان كده بيقول لك ايه؟ النواه اللي موجوده في النص كانها محميه بجزيئات لونها ازرق. كلمة obscured معناها محمية بيه، محاط بيها. بيزوفيليك جرانيول، ويعني ايه كلمة بيزوفيليك؟ أزرق، يعني الحويصلات لونها أزرق. لما أجيب لك في الامتحان وأقول لك بيزوفيليك جرانيول الراوند النيوكليوس إز كاركترستيك تو ماست سيل، ده شكل مميز للماست سيل، إن يبقى النواة حواليها جزيئات لونها أزرق. بعد كده بيقول السيتوبلازم بيكون مليان لارج لارج جرانيول. السيتوبلازم مليان حويصلات، ما احنا لسه قايلين ان النواه حواليها حويصلات، رجع قال نفس الكلمه السيتوبلازم بيكون موجود مليان حويصلات. مش عارف انا قلتها لك قبل كده ولا لا، بس اعتقد ان انا اكيد قلتها لك مع الريبوسومز. هي اي حاجه لونها ازرق وانا عاوز اظهرها اكتر واسبغها صبغه فوق الصبغه. كنا بنسميها ميتاكروميكالي ستيند، وكنا بنسميها صبغه اسمها تورودين بلو. ما هو ده ازرق اهو، ده ازرق اهو، واي ازرق عاوزين نصبغه صبغه فوق الصبغه اسم الصبغه الثانيه تورودين بلو. عشان كده بيقول بيتصبغ ميتاكروميكالي، يعني صبغه فوق الصبغه بتورودين بلو. هو اللون ايه؟ ازرق. بمين؟ اتش ان دي. عاوز اظهره من باقي الازرق اللي حواليه، اصبغه بتولودين بلو. بعد كده بيقول لحضراتكم الحويصلات دي ايه لازمتها بقى؟ فيها 2 اتش هيستامين وهيبارين. فيها 2 اتش، ماده اسمها هيستامين وماده اسمها هيبارين. تسمعوا عن الهيبارين ده اصلا؟ الهيبارين ده مضاد للتجلط، ده دواء مضاد للتجلط، ده دواء بس هو طبيعي موجود في جسمنا برضه. يعني الخلايا الماست سيل بتحتوي على الهيبارين، والهيبارين ده مكتوب عندك انتي كواجولانت. تعلم على الكلمه دي، انتي كواجولانت معناها مضاد للتجلط، مضاد للتجلط. حتى لو حد ياخد باله، خليني اقول لك معلومه لنفسك اهو، اي واحده حامل بتيجي تبص تلاقي في اخر 3 شهور دكتور النساء بيكتب لها حقن اسمها كالهيبارين، لان اي واحده حامل في الاواخر دمها لزوجته بتزيد، فممكن يعمل جلطات، فلازم الدكتور يديها الهيبارين عشان الهيبارين ده يمنع تكون الجلطات. ومعلومه كمان لنفسك، الهيبارين يمنع تكون الجلطه ولكن لا يحلل الجلطه. يعني لو واحد عنده جلطه اديله هيبارين ما عادش ليه لازمه، امال ادي الهيبارين امتى؟ لو واحد معرض ان ممكن يجيله جلطه، يعني مثلا واحد مدخن مثلا، واحد عنده مرض في القلب وعارفين ان هو جسمه بيكون جلطات، لا بنمشيه على الهيبارين عشان ما يجيلوش جلطات. امال ايه الهيستامين ده بقى؟ الهيستامين ده اللي بيعمل اعراض الحساسيه. الهيستامين ده اللي بيعمل اعراض الحساسيه، ايوه الهارش. واعراض الحساسيه، اعراض الحساسيه ايه؟ وعاء يوسع برونكايتيديا. تاني، وعاء يوسع برونكايتيديا. اللي بيجي له حساسيه من الدواء، لو حضراتكم شفتوها قبل كده شفناها كتير احنا، بس شفتوا اي حد بيجي له حساسيه من الدواء لو اداله حقنه وجاله حساسيه بتاعه عمل لا، البرونكاي بتقفل خالص، نفسه بيقفل وتلاقي ضغط وقمنيه مغمى عليه. اللي بيخلي ضغط يوطى ان الاوعيه الدمويه بتوسع، والبرونكاي بتاعته اللي هي الشعب الهوائيه بتقفل، واللي بيعمل ده الهيستامين. عشان كده مكتوب عند حضراتكم في الهيستامين اللي بيزود الفاسكولار برميابيلتي،
كلمه بيزود الفاسكولار بيرميابيليتي معناه بيزود نفاذيه الوعاء الدموي، يعني يخلي الوعاء الدموي يرشح ميه، لان اي وعاء دموي بيوسع الثقوب اللي في جداره بتوسع فترشح ميه لبره، تطلع ميه من الدم، وبالتالي بيزود الميابيليتي، بيعمل في دي. كلمه في دي ده اختصار لفازو دايلاتيشن. فازو دايلاتيشن يعني ايه فازو دايلاتيشن؟ انتوا عارفين يعني ايه دايلاتيشن اصلا؟ دايلاتيشن معناه يوسع، وفازو معناه وعاء دموي، ففازو دايلاتيشن معناه الوعاء الدموي يوسع. وانا قلت لك اعراض الحسيه ايه؟ وعاء يوسع برونكاي تيديا، وعاء يوسع فازو دايلاتيشن برونكاي تيديا برونكوس بازم. وكلمة برونكوس باز معناها تشنج في الشعب الهوائية، ولما تتشنج يحصل لها ايه؟ تقفل تضيق، فالنفس النفس ما اسموش النفس يقل، اسمه النفس ينقطع يتقفل، بيبقى بيعمل الصوت ده عشان لما تسمعوا الصوت ده ما فيهاش هزار، ده معناه ان مجرى النفس مقفول، لو ما لحقتوش هيموت، بيعمل كده، ده معناه ان هو مش عارف ياخد النفس، ده كده معناها ان في حاجة خطيرة، معناه بيموت. وكمان معلومة لنفسك يلا. أي لا ازاي ايه؟ نعمله لما يموت؟ ولا عشان ما يموت؟ هو لو واحد عنده حساسية من الدواء، لو أنت اديت حقنة لواحد والشخص ده طلع عنده حساسية منها، تلاقيه بيزرق وشفته بتزرق، معناه كده ان هو عنده حساسية من الدواء، معنى ان جلده يزرق يعني ما عادش واصل له اكسجين، يعني ما عادش بيتنفس. الله يكرمك يا رئيس الصيدلية، وحط حقنة اسمها افيل وحقنة اسمها ديكسا، وادهم له الاثنين مع بعض. اي واحد بيجي له حساسية من اي حاجة بيديله افيل وديكسا يا جماعة. انتوا عارفين لو واحد دبور قرصه، دبور قرصه وخلاه عمال يقرش في جسمه، اديله افيل وديكسا. اي واحد يهرش بسبب اي حاجة اديله افيل وديكسا، لان هرش معناه حساسية، بنديله افيل ونكسا، دول بتوع الحساسية. حتى في ادوية للحساسية، انا هقول لك ايه اسم الآية وانت تعرف ايه شغلها. في ادوية مضادة للحساسية اسمها ماست سيل ستابلايزرز. عشان يحصل حساسية لازم الماست سيل تفرقع وتطلع الهستامين من جواها. فاحنا بندي ادوية اسمها ماست سيل ستابلايزر، مثبتات الماست سيل، يعني بتخليها ما تفرقعش، ده اللي بيحصل. اي واحد عنده حساسيه من حاجه وبياكلها، في ناس عندها حساسيه من الفراوله، حساسيه من المانجا، حساسيه من الشوكولاته، لو كلها وهو ما يعرفش تلاقي جسمه بدا يهرش ويحمر ويظهر فيه بوطه شلون احمر كده، افيله ديكس على طول، وبعدين تقول له ما تاكلش الحاجه دي. بس في المصريين طالما انت قلت له ما تاكلش الحاجه دي يعرف انها اخطر حاجه ياكلها، فبنديله ده اسمه ماست سيل ستابلايزر، عشان لما ياكل الحاجه دي الماست ما تفرقعش، ما يجيلوش حساسيه منها. الخلية التانية معانا اسمها البلازما سيل، وقبل ما اقول البلازما سيل عايز الماست سيل في كلمات كالاتي. الماست سيل ماست بي بريزنت ان كونكتيف تيشو بتوين او نير بلاد فيسل. بص اللي انا اقوله بقى ان هو بتكون سنترال وسكيورد باي بيزو فيلينج جرانيول ويتش كان بي ميتاكروميكال ستيند باي تولودين بلو اند كونتين استامين وهيبارين. ده انا عاوز اقولها لي كده، احفظ الخلايا زي ما انا بقولها كده. ان هو في النص حواليها جزيئات لونها ازرق، لو عايز صبغه صبغه فوق الصبغه صبغها بتروبين بلو، والجزيئات دي فيها هستامين وهيبارين، تبقى عارف الهستامين بتاع ايه والهيبارين بتاع ايه. تاني خليه اسمها البلازما بالبي، طالعه من البي لينفوسايت، كنت خدتوا المناعه في الاحياء، وكان في خليه اسمها البي لينفوسايت اللي كان بتطلع خليه اسمها بلازما، ومش تنساها ان شاء الله، لان البلازما سيل طالعه من البي لينفوسايت وبتطلع الانتي بودي الاجسام المضاده كلهم بي مع بعض. يعني البلازما سيل طالعه من مين؟ من البي لينفوسايت، ووظيفتها انها تطلع الانتي بودي، مكتوب عند حضراتكم انها طالعه من البي لينفوسايت. بلازما سيل كنا خدناها فين قبل كده؟ بلازما سيل فايبروبلاست تقريبا، الحاجات اللي كانوا بي اللي كان لما تسبخهم بالاتش اند اي تلاقي الجولج بتاعهم اختفى، فكان بيدي صوره اسمها نيجاتيف جولجي ايمج. كان النيجاتيف جولجي ايمج ظاهره قوي في الخلايا اللي اسمها البلازما سيل. اهلا بكم، احنا في البلازما سيل اهو، ما دي الخليه اللي اسمها البلازما سيل. اذا البلازما سيل بيقول انها طالعه من البي لينفوسايت،
بتكون راوند سيل خليه مدوره بيزوفيليك سايتوبلازم كالعاده لونها ازرق شو نيجاتيف جولجي ايمج. يعني ايه نيجاتيف جولجي ايمج؟ مكان الجولجي يبان فاضي. وانا مش عايز ترجمه، انا عاوز معناها مكان الجولجي يبان فاضي. مكان الجولجي يبان فاضي لان احنا كنا قلنا بعض انواع الخلايا الاتش اند اي بيدمر الجولجي من ضمنهم البلازما سيل. النيوكليوس از اكسنتريك، وكلمه اكسنتريك معناها في جنب، بريفرال. امال في المصري كانت فين؟ سنترال. دي اكسنتريك معناها بريفرال. العلامه المميزه هنا ايه بقى؟ العلامه المميزه في الماستر سيل كانت ايه؟ مين كان المحور اللي بنبني عليه الخليه؟ الجزيئات الزرق البيزوفيليك جرانيول. هنا المحور اللي بنبني عليه الخليه هو شكل الكروماتين اللي جوه النواه. واحنا قلنا النواه بتكون موجوده فين؟ بريفرال. اكسنتريك معناها في جنب. نيجي نبص نلاقي النواه موجوده في جنب، بتكون مدوره وشكل الكروماتين بتاعها كده. بيقول لك عامل بالظبط زي العجله، زي الاطارات اللي هي العجله، وتبص على السلوك بتاعتها، او عامل كانها ساعه، زي ما يكون في ساعه اللي هو ساعه موجود لها عقارب. عشان كده مكتوب عند حضراتكم الكروماتين بيبقى شكله كلوك فيس، شكل الساعه، او كارتويل. كارتويل معناها العجله، العجله بالاطارات بالسلوك بتاعتها اللي هو بيكون الشكل بتاعها كده يا جماعه. ده معنى كلمة كارتويل اللي هي العجلة، وده بتيجي في الامتحان دايما. يقول لك كلوك فيس كروماتين از كاركترستيك تو بلازما سيل. بلازما سيل احنا قلنا انها طالعه هي بلازما، بلازما هي طالعه من بيليمفوسايت وبتطلع الانتي بودي. عشان كده مكتوب عند حضراتكم مسؤوله عن البرودكشن والسكريشن اوف انتي بودي، دي اللي بتطلع الاجسام المضاده، دي اللي بتطلع اجسام مضاده. فاكرين لما قلت لك خلايا ايه؟ خلايا مناعيه. اكتر اتنين خلايا مناعيه هما البلازما سيل والماكروفاج. الماست سيل مش خليه مناعيه، الماست سيل مش خليه مناعيه، انما البلازما سيل والماكروفاج دي خلايا مناعيه. هما مين كانوا الترانزيانت اصلا؟ البلازما والماست والماكروفاج واليوكوسايت كلهم خلايا مناعيه ما عدا الماست سيل. الماست سيل مش خليه مناعيه، ده خليه موجوده كده معاك. انما البلازما سيل هتخلي يلا في الكلمات اللي احنا محتاجينها. بلازما سيل طالعه من وبتطلع، طالعه من بيليمفوسايت وبتطلع انتي بودي. النواه بتكون اكسنتريك وشكل الكروماتين بتاعها كلوك فيس او كارتويل. كلوك فيس او كارتويل. اخر خليه معانا النهارده هي الماكروفاج. وكلمه ماكروفاج تقولش كده ما تعرفهاش. الهيستامين هو اللي بيعمل الالتهاب اصلا، يعني الهيستامين بيطلع يعمل التهاب. تمام؟ ان شاء الله السنه الجايه ده مهندس اسمها باثولوجي هتعرفوا ان الهيستامين ده مش ماده كويسه، ده الهيستامين ده بيعمل الرجي. مكتوب عند حضراتكم بين قوسين الرجيك رياكشن. كلمه الرجي خلاص بس جبت السؤال ده. الرجيك رياكشن معناها حساسيه، وحساسيه معناها التهاب اصلا. يعني الهيستامين ماده مؤذيه في الجسم ما تطلعش، ده لو طلع تعمل مشكله. تمام؟ فبالتالي هو مش خليه مناعيه، ده خليه مؤذيه لو فرقعت، انما وجودها بصيغتها الطبيعيه كويس، لو فرقعت تعمل لنا مشكله. بس احنا مش لما كان يحصل جرح وتيجي الخلايا دي بتطلع الهيستامين كده عشان توسع الاوعيه ساعتها دي حاجه ثانيه بقى. الهيستامين بيطلع عشان يوسع الاوعيه، فلما يوسع الاوعيه يوصل دم كتير، فالدم يجيب كرات دم بيضاء هي اللي تحارب. ده ممكن نقولها انها مناعيه بطريقه غير مباشره. انما انا اقصد المناعي بطريقه مباشره هو مين؟ البلازما. ليه؟ بتطلع انتي بودي اجسام مضاده، والماكروفاج خليه مناعيه مباشره. ليه؟ بتروح تاكل على طول. انتوا عارفين فاج يعني اصلا؟ فاج متاخده من العربي، هذه كلمه متاخده من العربي. احنا واخدين في كلمات انجليزي واخدينها من العربي. فاج واخدينها من كلمه فجع. فجع اللي هو ايه؟ الجوع الشديد. فيقول لك ماكروفاج المفجوعه الكبرى. المفجوعه الكبيره اللي بتاكل اي حاجه تعملها قدامك، ده كلمه ماكروفاج. مكتوب عند حضراتكم الماكروفاج بالام، هي البلازما سيل كانت بالايه؟ بالبي، فطالعه من البي. والماكروفاج بالام طالعه من الام مونوسايت. وايه المونوسايت دي؟ دي واحده من كرات الدم البيضاء. ده واحده من كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء لهم خمسه، منهم واحده اسمها مونوسايت اللي بتدينا الخليه اللي اسمها ماكروفاج. هسأل سؤال على السريع كده واللي يجاوب يبقى خلاص فهم المنشأ ده عشان نكمل على طول. يلا
هو لو في خليه في الدم ماشيه اسمها مونوسايت وقامت جايه سايبه الدم وراح النسيج، هي نفس الخليه بالظبط بس اتغير اسمها يبقى ماكروفاج. اذا الماكروفاج هي خليه مونوسايت سابت الدم وراحت للنسيج. من الاخر الخليه دي في الدم لها مكان وفي النسيج لها مكان، في الدم اسمها مونوسايت وفي النسيج اسمها ماكروفاج. بول لارج دي خليه كبيره. ايريجولار مهم قوي الكلمه دي، الريجولار معناها شكلها غير منتظم، بس بقول لي اف اكتف، اف اكتف معناها لو هتشتغل. وعلمنا على ان الخليه اصلا اوفال، خليه شكلها بيضاوي، فلما تبقى ان اكتف يفضل شكلها بيضاوي زي ما هي، تبقى فلاتن زي ما هي، ما هو اوفال هي هي فلاتن. امال لو هتشتغل بقى بصوا الماكروفاج ده عامل ازاي. الماكروفاج واقفه، اعتبر ده شكل الاوفال اهو، واقفه مش شغاله. طب لو جت حاجه تاكلها تلاقيها قامت جايه عامله كده، فيظهر لها زوايد، فتبان انها غير منتظمه، شكلها بيكون غير منتظم، يعني بيبدا يظهر لها حاجات مكتوبه عند حضراتكم البيزوفيليك. السبب لازم بيكون بيزوفيليك. عاوزك بقى تزود كلمه عندك، الكلمه دي بتيجي في الامتحان كتير قوي على الرغم انها مش مكتوبه بس تيجي في الامتحان كتير. زود كلمه انها ليها سودو بوديا. ويعني ايه كلمه سودو بوديا؟ اقدام كاذبه. عارفين الزوايد اللي بتطلع تاكل اسمها السودو بوديا، وده معنى كلمة الريجولر أصلا، غير منتظمة لأن لها سودو بوديا أقدام كاذبة. النيوكليوس تبقى اكسنتريك، هي أول خلية كانت النواة إيه؟ سنترال، والاتنين المناعيين لخلية النواة بتاعتهم تبقى اكسنتريك، معناها إنها موجودة في جنب، ودارك ستيند لونها غامق. الكلمة المميزة هنا إيه؟ بيقول لي النواة، اسمع، هي النواة في البلازما سيلك شكلها عامل إيه؟ الكروماتين كان مخليها كلوك فيس او كارتويل. في الماكروفاج شكل النواه كده وشكل الكروماتين بتاعها، مش مو شكل الكروماتين، شكل النواه بنلاقيها كده يا جماعه. ده عامل زي انهي عضو من جسم؟ الكليه، عشان كده بيقولوا عليها كيدني شيبد. النواه بتكون اندنتد فروم وان سايد. يعني ايه كلمه اندنتد؟ بص تخيل دي كانت دايره وزقتها من هنا، زقيت عليها من هنا، فلما زقها من هنا تخش لجوه تبقى كيدني شيب. ده معنى كلمة اندنتد، داخلة لجوه من ناحية واحدة كيدني شيب. اسمع بقى مني. If the nucleus is obscured by basophilic granule، الخلية ماست. أمال لو النواة شكلها كيدني شيب؟ ماكروفاج. أمال لو النواة الكروماتين بتاعها كارتويل أو كلوك فيس؟ لازم. النواة بالذات يا جماعة والكروماتين أهم سؤال في الصفحة كلها. شكل النواه بالذات بيكون ايه مهم قوي؟ هي الجزيئات الزرقاء اللي كانت حوالين النواه في الماست كانت بتتصبغ بايه؟ بإتش أند إي بقى ازرق، امال لو فوق الصبغه ترودين بلو. تعالوا بقى نبص على الماكروفاج كلها، وهنا خد بالك انا بفرق بايه؟ الماكروفاج ككل بتتصبغ بصبغه، انما في الماست انا قلت مين اللي بيتصبغ؟ الجرانيولز بس. هنا بيقول لك الماكروفاج كلها بتتصبغ بصبغه اسمها انديان انك، حبر هندي، او ماده اسمها تربان بلو. فلو سالتك بيزوفيليك جرانيول از ميتاكروميكال ستيند باي طلودين، طلودين بلو، امال الماكروفاج بيتسمخ بيه التربان بلو او الانديان انك اللي هو الحبر الهندي. وظيفتها ايه؟ فاجوسايتوزس. ويعني ايه كلمه فاجوسايتوزس؟ بتاكل. غير لما خدنا كلمه فاجوسايتوزس معناها تدخل ماده صلبه، اذا دي بتاكل، تعمل فاجوسايتوز اند دايجست وبتهضم. الدامج سيل اي خليه ميته، الديد سيل، سيلولار ديبريس بواقي الخلايا، يعني اي خليه ماتت وبقى منها حاجه، ومايكرو اورجانيزم واي بكتيريا دخلت جسمك. من الاخر اي فورين بودي، اي جسم غريب الماكروفاج تاكله، اي فورين بودي. زائد بيقول لي بلاي اكي رول ان بريزنتنج الانتيجين الليمفوسايت، وده هناخدها قدام وهنعرف حاجه. الليمفوسايت بتبقى قاعده، الليمفوسايت بتبقى قاعده، حضرتك خدتوها في الاحياء، تلاقي الماكروفاج واخده الانتيجين اللي هو الماده الغريبه على صينيه ذهب تودي لي الليمفوسايت بعد اذنك كل ده. طب ما تاكلي انت يا عم الليمفوسايت كله بس الله يكرمك يا حبيبتي، ما انت ماكروفاج ده انت الكبيره كليه. والله ما قادر عليه، يعني بيني وبينك مش قادر عليه، فخد انت كله لي. اذا الماكروفاج بتروح عشان تاكل الاورجانيزم، قدرت عليه تاكله، ما قدرتش عليه
تقدمه للليمفوسايت، عشان كده بنسميها بريزنتنج سيل، خليه بتقدم الحاجه للليمفوسايت. وده كده بالنسبه لخلايا اسمها الماس وبلازما سيل والماكروفاج. قلت لحضراتكم الليوكوسايت، الليوكوسايت مؤجلين ان شاء الله للشابتر بتاعهم. انما كلمه اخيره، الليوكوسايت بيبقوا خمس اسماء: نيوتروفيل، بيزوفيل، واخواتهم كلهم الخمسه الباقيين، عندنا نيوتروفيل وبيزوفيل وليمفوسايت و نيوتروفيل وبيزوفيل وليمفوسايت، مش فاكر الاثنين التانيين حالا، بس ايزينوفيل، معانا الايزينوفيل الرابعه، مش فاكر الخمسه حالا تلاقيها من دماغي. الخمسه دول يا جماعه هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل، عشان لو جاب لك سؤال في الامتحان وقال لك كل مما يلي اليوكوسايت ما عدا، كل مما يلي اليوكوسايت ما عدا، الاسم اللي انت لسه ما خدتوش ده اليوكوسايت، هتلاقي جايب لك في الاختيار مثلا ماست سيل او بلازما سيل او ماكروفاج، لا دي مش معانا بقى. نيوتروفيل معانا، بيزوفيل معانا، ايزينوفيل معانا، والخليه اللي اسمها مونوسايت انا افتكرتها، الخمسه هي المونوسايت ومعانا الليمفوسايت. اكتب لي الخمس اسماء دول عندك بعد اذنك يلا ونختم حصتنا، عشان احنا قلنا الخلايا بيكونوا اربعه: بلازما وماست وماكروفاج واليوكوسايت. اليوكوسايتس بيكونوا خمس انواع، الثلاثه اخرهم فيل واثنين اخرهم سايت. واحده اسمها نيوتروفيل ودي بتكون ملهاش لون، واحده اسمها بيزوفيل ودي لونها ازرق، واحده اسمها ايزينوفيل ودي لونها احمر. يعني واحده نيوترو ملهاش لون، واحده بيزو لونها ازرق، واحدة ايزينو لونها احمر، وعندنا مونو سايت وليمفو سايت. ثلاثة اخرهم فيل واثنين اخرهم سايت. خدنا دول، خدنا مين من دي؟ المونو اللي كانت لو طلعت تدي ماكروفاج، امال الليمفو سايت كانت نوعين اثنين، يا اما بي ليمفو سايت يا اما تي ليمفو سايت. البي هي اللي كانت بتدي لسه قايلينها، البي ايه اللي كانت بتدي بلازما سيل. ودول الخمس اسماء بتوع اليوكوسايت، سجلوهم عندكم تفاصيلهم في شابتر الجلد في الترم الثاني ان شاء الله.